السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير يا دكاترة. إن شاء الله سنة سعيدة عليكم وتطلعوا فيها مجبورين بإذن الله، والأطفال يعني ترضيكم، ودايما زي ما بيقولوا إن إيه تزعلنا النساء وترضينا الأطفال. فأنتوا عندكم بقى إيه السمستر ده، عندكم ولادة، والولادة برضو مش صعبة إن شاء الله، يعني إن شاء الله تمشي معاكم كويس. بس إن شاء الله إحنا هنكون مع بعض في شرح منهج الأطفال أول بأول بإذن الله سبحانه وتعالى. وأبشروا أبشروا، المنهج كويس بإذن الله وسهل جدا، والحمد لله إحنا شرحنا جزء كبير منه. يمكن بس بعض المحاضرات هي اللي حصل فيها شوية تغييرات، زي المحاضرة اللي إحنا بنشرحها النهاردة دي، هي اللي كانت بس مختلفة عن الدفعة القديمة، وكانت مختلفة للأحسن، يعني هي اتعدلت وبقت أصغر في الحجم وكمان أقل في الكمية وكمان منظمة أكتر. فهنشتغل إن شاء الله واحدة واحدة، وهنشرح كل جزء بالتفصيل كده، وهنمشي إن شاء الله هنركز على الحاجات اللي بتيجي إم سي كيو، أو الحاجات اللي بتيجي إم إي كيو، وبإذن الله هنراجعها واحدة واحدة، وكمان هنعمل مقارنات كويسة كده عشان إيه، عشان نجمع الحاجات مع بعضها بإذن الله سبحانه وتعالى. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده. المحاضرة النهاردة هتكون عبارة عن جزئين، الجزء الأول أو إحنا هنعملها في فيديوهين، هي بتتكلم عن الكومون فايرال انفكشن. حلو، ده بارت 1، المفروض إن في بارت 2 كمان، بس بارت 1 ده إحنا هنقسمه على 2 فيديو، بحيث إن كل فيديو يكون برضو بيتكلم عن حاجتين شبه بعض. هتكلم في الفيديو ده إن شاء الله عن الميزلس أو الحصبة، وهنتكلم كمان عن حاجة اسمها الجيرمان ميزلس أو الحصبة الألمانية. طيب، واحدة واحدة. بيقول لك إيه؟ ان عشان نعرف الاول شويه حاجات من الجلديه كده اللي انت اوريدي عارفها اصلا، عندنا حاجه اسمها الماكيو بابولار، يعني عندنا الماكيو بابولار والفيزل او الفيزيكولار والبيتيكيا والبربرا والكلام ده كله. اللي عاوزك تعرفه من الفكره دي كلها ان دي بتكون ماكيول. الماكيول دي عباره عن ايه؟ الماكيول دي قال لك الماكيول دي عباره عن حاجه بتوصل لحد 5 مللي في الديامتر بتاعها، بس بتكون فلات، يعني احمرار كده على ايه، على الجلد، وخلاص مش بيكون طالع فوق سطح الجلد. اما فيزل دي عباره عن كيس معبي ميه، قال لك ايه فيزل معبي فلويد، قال لك اب تو 5 مللي ان ديامتر، قال لك بتكون ايه، بتكون كلير بلستر، بلستر حاجه معلقه، قال لك فيلد ويز ايه، فيلد ويز فلويد. وعندنا كمان البابيول، البابيول اللي هي ايه بقى، اللي هي الحبايه اللي طالعه او الحاجه اللي بتكون بارزه عن سطح الجلد، بتكون اب تو 1 سم في الديامتر بتاعها، وبتكون ايه ريزد عن سطح الجلد. في حاجات شبه البيتيكي او البربرا اللي هو ايه، اللي هو مجرد الاحمرار بس، تمام، دي بتكون فلات وريد براون كيس بوتس كده بتكون موجوده، وطبعا مش بتكون ريزد فوق سطح الجلد، هي بس بتكون ايه، بتكون على سطح الجلد. دي حاجات يعني ايه بتفهمنا بس شويه حاجات كانها مراجعه كده على مين، على على الديرما اللي انت كنت واخدها. بس نتكلم بقى في الموضوع الاساسي بتاعنا النهارده، وهو اول حاجه الميزلس. الميزلس اللي هي ايه، اللي هي الحصبه. ومرض الحصبه هو طبعا مرض مشهور جدا، وطبعا ليه فاكسين، الفاكسين بتاع الميزلس، وانت المفروض اخدته انك انت اخدته في الكوميونتي. هنيجي للطفل الصغير ده، الراجل الشايلد المحترم ده، وهنبص له بصه كده، ولنقل ان ده عنده ميزلس. اللي حصل معاه قصه عجيبه شويه. ازاي عجيبه شويه؟ اللي حصل معاه ان هو جالنا، او الهيستوري بتاعه كان بيقول ان هو كان عنده في اول يوم، لما جت القصه اللي احنا مش عارفين هي ايه دي، كانت حرارته 39. حلو، وكان عنده راش بس، او عنده طفح جلدي فين، في المنطقه اللي فوق دي بس، يعني في الجزء الفوقاني ده. حلو، تاني يوم قال لك ان الحراره بتاعته نزلت، والراش بدات تظهر في النص التحتاني من الجسم، في النص التاني من الجسم، يعني الراش بتنزل من فوق لتحت، والحراره بتنزل كل يوم. قال لك تالت يوم، حلو، الحراره بقت 37، والراش بدات تنزل اكتر واكتر. اللي عاوز اقوله لك ايه بقى هنا، اللي عاوز اقوله لك هنا كذا معلومه. اول معلومه ان بمجرد ظهور الراش الفيفر بدات تنزل، كانت 39، الراش عماله تنتشر، فالفيفر بتقل، فكده ايه، الراش والفيفر ماشيين عكس بعض، تمام. تاني حاجه عاوز اقولها لك، ان احنا نازلين ايه، احنا نازلين ديسندنج، نازلين بالنسبه للراش، نازلين جبنا الراس وجبنا الحاجات دي، وهنتكلم في كل ده بالتفصيل دلوقتي. قال لك بننزل ديسندنج، او بيسموها ايه، بيسموها كفالو كودل، الكفال اللي هو الراس، والكودل اللي هو ايه، اللي هو الديل، يعني بالايه، بالعربي. فيقول لك ايه، انا بنزل كفال وكودل، بنزل من فوق ليه لتحت. فدي الفكره بقى بتاعت مين، بتاعت عمنا الميزلز ده، هو بيسموه الفيرست ديزيز، اللي هو ايه الميزلز ده، او بيسموه الروبيولا، وهنشوف دلوقتي ايه كل الاسماء بتاعته، كل الدنيا بتاعته عامله ازاي. فبكل بساطه دي القصه بتاعتنا. هو الميزلز برضو خد بالك بيحب حاجه اسمها حرف السي. بيحب حرف السي ازاي؟ بيحب كلمه كف، بيحب كلمة كورايزا اللي هو راني نوز، تمام، بيحب الكونجكتيفايتس، بيكون فيه التهاب التهاب في العين. المهم اللي انا عاوزك تاخد، اللي انا عاوزك تاخد بالك منه من الحتة دي، ان احنا كان عندنا فيفر كانت عالية بتنزل كل يوم مع انتشار الراش. دي بس معلومة انا عاوزك تعرفها دلوقتي. طيب تعالى بقى نتكلم ونشوف مين هو الميزلس ده، ومين هي الحصبة دي، وايه قصتها. قال لك يا سيد الفاضل،
as a definition الميزلس هي acute highly communicable disease، يعني مرض معدي، مرض منتقل. قال لك caused by الميزلس فيروس. طب الميزلس فيروس ده عباره عن ايه؟ قال لك هو بيكون بيسموه الروبيولا، روبيولا عشان في حاجه اسمها الروبيلا، الروبيولا فيروس، وهو بيكون ار ان اي فيروس، ار ان اي فيروس. قال لك المود اوف ترانسميشن، معظم الفيرال اللي عندنا او معظم الحاجات الانفكشوس اللي عندنا بتكون بي ال دروبلت، يعني واحد طلع حاجه ادى الاثنين ده هم بقول له السلام عليكم، فراح كح فيه ولا حاجه، فبدات انها تنتقل من واحد لواحد. وطبعا بتكون ايه؟ بتكون مثلا في طفل ولا حاجه فراح اخذها من المدرسه. قال لك الدروبت انفكشن، قال لك ثرو الريسبيراتوري تراكت او الكونجكتيفايتس اللي هو ايه؟ كحه كحه، فالكحه دي راحت على مين؟ راحت على شخص تاني، او حتى الكحه راحت دخلت في عين شخص تاني، او اي حاجه، اي مدخل من الايه؟ من الجسم يدخل منه الفيروس، فبالتالي يبدا ان هو يعمل لي ايه؟ يعمل لي ترانسميشن او انتقال. قال لك او كونتاكت وذ ارتكلز freshly soiled by nose، اللي هو ايه؟ انا عملت او احتكيت بحاجه كان حد لمسها قبل كده. قال لك ايه؟ by nose and throat secretions of ايه؟ of infected child، اللي هو طفل رايح المدرسه عادي، بعدين كان في طفل اصلا infected، طفل اصلا عنده الحصبه دي، فالطفل ده بمجرد ان هو كح في مكان، even ان الحاجه بتفضل لمده ساعه في الهواء او في الجو او على الاسطح اللي فضلت فيها اللي فضل فيها الفيروس ده. قال لك الفيس تو فيس كونتاكت از نوت نيسيسري، يعني مش شرط اتنين في وش بعض عشان يتنقل المرض، لا. قال لك بيكوز الفيابل فيروس، انه بيفضل قابل بقى، مي بي سسبندد. قال لك ايه؟ قال لك ان اير، ممكن يفضل الفيروس حي في الهواء لمده ساعه بعد ما البيشنت بيسيب المكان اللي هو ايه؟ اللي هو كح فيه او اللي هو ساب فيه الفيروس بتاعه. اللي عاوزك تعرفه من البيج دي ان احنا الميزلس هو ايه؟ هو اكيوت highly communicable disease، هو بيتسبب بيكون بسبب الميزلس فيروس او الروبيولا فيروس، هو ار ان اي. المود اوف ترانسميشن هو دروبلت انفكشن، وهو مش شرط فيس تو فيس، ممكن يفضل موجود في الهواء لمده اكتر من ساعه او لمده ساعه فانتقل من شخص لشخص. جميل جدا. قلنا ان هو بيحب حرف السي، فعندنا الكف وعندنا الكورايزا اللي هو ايه؟ بيرشح او كده، وعندنا كمان الكونجكتيفايتس اللي هو التهاب في مين؟ في العين. قالك طيب بيجي امتى؟ قالك والله هو الميزلس ده بيحب الوينتر والسبيرنج، بيحب الربيع والشتاء كده. جميل. الانكيوبيشن بيريود او فتره حضانه المرض، الفتره اللي المرض بينمو فيها داخل جسمك لحد ما ايه اللي يحصل؟ لحد ما تبدا تظهر عليك الاعراض. قالك الفتره بتاعت حضانه المرض قالك بتكون من 8 ل 12 يوم، شيل 8 ل 12 يوم دي خليها ايه؟ 10 ايام. يبقى المرض على ما يظهر على حضرتك هياخد 10 ايام. بعد كده بتبدا في ايه؟ في الانفكتيفيتي بيريود، اللي هو ايه؟ الفتره اللي المرض معدي فيها، اللي هو لو كح او لو طلع منه اي سكريشنز ممكن تعدي شخص تاني. قالك دي البيريود اوف انفكتيفيتي، قالك از فروم ايه؟ بتاخد من 3 ايام قبل، يعني بتاخد 3 ايام ال 10 دول، ومن 4 ل 6 ايام افتر الانست اوف راش. بمجرد ظهور الراش احنا عرفنا ان كانت حراره عاليه جدا والراش بدات تظهر، في الحراره بدات تنزل. فقال لك بمجرد ظهور الراش، انا قبل ظهور الراش بثلاث ايام اللي هم الثلاث ايام بتوع الحراره، وبعد ظهور الراش باربع ايام، دي بتكون الفتره اللي البيشنت بتاعنا او اللي التشايلد بتاعنا بيكون فيها انفكتيف او معدي. بالتالي احنا بنقول برده هنا ايه؟ اسبوع تقريبا، يعني ثلاث ايام بعد ثلاث ايام قبل واربع ايام بعد الراش، فتقريبا اسبوع. يبقى هو الراجل ده عندنا ايه؟ الانكيوبيشن بيريود بتاعته 10 ايام، والانفكتيف بيريود بتاعته بتكون تقريبا 7 ايام او اسبوع. قال لك في حاجه برضو كانت في النسخه القديمه من المحاضره اللي كانت السمستر اللي فات، قال لك ان الانفكشن بتديني سوليد لايف لونج اميونيتي. يعني ايه؟ قال لك كان زمان يكتبوا لنا في كتاب الاحياء انه من يصاب بالحصبه مره لا يصاب بها مره اخرى. ليه؟ قال لك لان الجسم بيعمل مناعه ضد الحصبه، فالحصبه لا يمكن ان الشخص ايه؟ يتصاب بها مرتين، او الميزلز دي بتاعتنا. جميل. يبقى احنا كل اللي نعرفه هنا ان الانكيوبيشن بيريود بتاعتنا بتكون كام؟ 10 ايام، والانفكتيف بيريود بتكون 7 ايام او 3 ايام قبل واربع ايام قبل مين؟ واربع ايام بعد مين؟ بعد الراش او الطفح الجدري يظهر عندنا. جميل جدا. قال لك بعد كده ايه هي الكلينيكال بيكتشر بتاعت مين؟ بتاعت الميزلس ده. قال لك الايج، قال لك الهاي انسيدنس اللي بيجي فيه الميزلس ده، قال لك بيجي من سن كام؟ من سن 2 ل 14 سنه. دي معلومه مش مهمه قد كده، بس خلينا نشوف بقى ايه الستيجز اللي بيمشي فيها ايه المين الميزلس. قال لك اول ستيج عندنا بيسموها ايه؟ بيسموها البرودرومال او الكتر ستيج، مرحله اوليه كده. دي بتاخد لها كام؟ من 5 ل 7 ايام. ايه اللي بيحصل؟ قال لك بيحصل فيها ايه؟ قال لك بتتميز بالسيفيرتي، بالشده، حاجة سيفير. قال لك لو قارناها مع الجيرمن، يعني الجيرمن ميزلس بتكون أقل شوية في السيفيريتي. قال لك الفيفر عندنا بتكون كام؟ قال لك بتوصل لحد 40، يعني من 9 من 38 ونص لحد 40. قال لك بتكون هايست، أعلى فيفر جاست بيفور
appearance of rash، يعني الحرارة قلت لك ايه اللي هو الحرارة كانت 40 كانش فيه راش، اعلى 40 بقى خلاص الراش بدأت تنزل، اعلى حرارة احنا وصلنا لها كانت بمجرد او قبل على طول ظهور الراش، اول ما الراش بدأت تظهر تبدأ الحرارة انها تقل كل يوم 39 38 والراش عمالة تنتشر ايه بانتشار الايه الحرارة، فبالتالي الراش والحرارة دايما بيكونوا ماشيين ايه بيكونوا ماشيين عكس بعض. قال لك بيكون عنده ماليز يعني جسمه متكسر، المانيفستيشن بتاعتنا بقى اوف كاترال انفلاميشن، كاترال اللي هو السكريشنز بتطلع منه كده اللي هو اي حاجه بتطلع سكريشنز او اي حاجه بتطلع يعني اي افرازات. قال لك ايه؟ قال لك اوف اول ميوكوس ممبرين، بتطلع من كل حاجه، قال لك بتطلع كف، والكف بتكون ايه؟ بتكون دراي اريتيتنج اللي هو بتعمل له اضطراب كده اريتيتنج، قال لك بيكون كمان ايه؟ باركنج الكف كانه ايه؟ كانه بينبح يقول لو تحس ان ايه كان نباح كده بيكون طالع منه، وكمان سنيزنج، وبيكون عنده ايه قال لك ماكيو بيرولنت نيزل ديستشارج، بيكون افرازات كده طالعه من النوز بتاعه، وكمان في صور ثروت اللي هو احتقان في الزور، وفي كمان لاكريميشن كده افرازات طالعه. وخد بالك من حاجه مهمه جدا 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 وهي ايه، وهي الفوتوفوبيا، خد بالك ان عيان الميزلز ده مميز برضو انه مش بيحب الضوء، قال لك بيكون برضو في ايه بيكون في كونجكتيفايتس، كونجكتيفايتس اللي هو التهاب في الايه في العين. فبالتالي احنا عندنا ايه، عندنا كلمه القف ادي القف اهي تمام، وعندنا كلمه الكرايزا او الافرازات عموما يعني تمام، وعندنا كلمه كمان الكونجكتيفايتس، وعندنا كمان ان هو بيكون عنده ايه عنده فوتوفوبيا. اللي عاوزك تعرفه من البيج دي ان هو الهايست فيفر بتاعته بتكون جاست بيفور ظهور الراش، اعلى حراره بيوصل لها بتكون قبل ظهور الراش، بعد كده بيكون جسمه متكسر، بيكون عنده شويه حاجات افرازات، قلنا ان هو بيحب حرف السي، وحرف السي عندنا هم عباره عن كلمه كف وكلمه كرايزا وكلمه كونجكتيفايتس، وزود عليهم من عندي الفوتوفوبيا عشان دي هتكون في الميزلس مميزه جدا. بعد كده تمام، يبقى احنا كده اخدنا البرودروما ستيج اللي هي المرحله الاوليه او الكاترال ستيج اللي هو افرازات برودروما مبدئي كده، ودي بتاخد من 5 7 ايام. بعد كده بقى حاجه بيسموها ايه الانانثم، الانانثم انانثم يعني حاجه داخليه، والاكزانثم يعني حاجه خارجيه، ودي هتكون في كل الايه كل الفيروس اللي هنشتغل عليه. قال لك الانانثم عندنا حاجه بيسموها ايه او الانانثم والكوبليك سبوتس، كوبليك سبوتس دي بتكون عباره عن ايه، بتكون عباره عن بقع بيضه كده جوه البق من جوه، حلو، قال لك بتكون بيضة ومن نصها كده بيكون روز او نصها كده بيكون ايه بيكون يعني محمر شويه، قال لك بتكون ايه بتكون جوه التشيك او جوه الخد جنب كده ايه جنب السكند مولر تيث جنب السن اللي بيسموه السكند مولر. المهم قال لك ايه اللي بيحصل في الكوبلكس دي، خد بالك ان الكوبلكس دي مهمه جدا جدا، انت اذا ذكرت الميزلس تذكر الكوبلكس بلا اي شك، ليه؟ لانها باثوجمونيك. باثوجمونيك يعني ايه؟ يعني انت لو شفت كوبلكس في اي تشايلد هتحلف بالله 3 مرات ان ده عنده ميزلس، عشان كده بيقول لك هي باثوجمونيك. قال لك بتظهر امتى؟ قال لك بتظهر من يوم لاربع ايام قبل ظهور الراش، يعني هي بتظهر في المرحله بتاعت مين بتاعت الفيفر، بس للامانه انت غالبا مش هتشوفها في حياتك. ليه غالبا مش هتشوفها؟ لان اصلا اللي بيخلي الام تجيب البيبي بتاعها او الطفل بتاعها للعياده عند حضرتك او المستشفى ظهور الراش او الطفح الجلدي، لكن خلال مرحله الفيفر حتى لو كانت عاليه ممكن بكمادات بقى بشويه حاجات ايه انتي بايريتك خفضات حراره والكلام ده كله ما تجيلكش، فبالتالي انت نادرا انك تشوف الايه الحاجه الكوبلكس دي. فبالتالي لكن انت لو شفتها والسؤال بيجي ام اس كيو على طول اللي هو مين هي الباثوجمونيك فيتشر للميزلس، هنقول على طول هو ايه الكوبلكس سبوتس. طيب قال لك يوجوالي ديس ابير ايه وين، اول ما الراش برضه تظهر بتبدا ان الايه السبوتس دي تروح، يعني هي ماشيه مع الفيفر كده على طول. قال لك كومولي نوتد في الايه بتكون موجوده في البق الميوكوزا جوه كده، قال لك ايه ضد الايه السكند مولر، قال لك دي ار سمول جريش وايت سبوتس حاجه كده ايه بيضه كده إيه جري كده، قال لك بتكون مونو نيوكلر سيل انفلتريت، قال لك سراوندد باي ايه روز ريد اريا كده، الحاجات اللي حواليها بتكون ايه مناطق حمراء كده ايه او روز ريد ارياس. جميل جدا اللي انا عاوزك تعرفه، واهم حاجه في الميزلس ان كلمه كوبلكس سبوتس دي في الانثم ستيت او في الانثم بيريود بتكون حاجه باثوجمونيك او حاجه مميزه جدا 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 لمين؟ للميزلس، وبتكون اوبوزيت للسكند مولر، كل دي حاجات ام اس كيو بتيجي على طول. طيب جميل، بعد كده قال لك احنا عندنا ايه؟ عندنا حاجه اسمها الاكزانثم بقى، الاكزانثم اللي هو ايه؟ اللي هو هنبدا بقى الحاجه تطلع بره بقى، الطفح يطلع بره. قال لك ات ابير يوجوالي ايه؟ في الفيفث داي اوف النس، في اليوم الخامس من المرض. قال لك ات بيجنز از ايه؟ بيكون ظاهر كماكيو بابيولار، فاكر الماكيول؟ الحاجه اللي ما كانتش بتطلع على الجلد. طفح جلدي بس، وبابيولار يعني في بابيول يعني حاجه على الجلد وطالعه فوق الجلد كمان، حلو؟ قال لك ماكيو بابيولار راش، طفح جلدي طالع عن الجلد. قال لك
ات هير لاين في مستوى الشعر كده، قالك في الفورهيد. خد بالك عشان التوزيع مهم جدا، لان خد بالك اللي هيفرق لنا ده عن حاجه تانية كمان شويه، التوزيع بتاع مين الراش بتبقى منين. لان انا قلت لك في الاول لما جبت لك طفل شبه طفل ده، قلت لك والله احنا اول يوم كانت الراش في المنطقه اللي فوق دي، وتاني يوم قلت لك كانت الراش في المنطقه دي، وتالت يوم كانت في المنطقه دي. فبالتالي قالك اول حاجه بتكون في الفورهيد، بعد كده الباك بتاع النك ظهر الرقبه من ورا، بعد كده بيهايند الاير، بعد كده ورا ال ورا ال الاذن، بعد كده بيبروجريس بيبدا ان هو يتقدم لحد ما ياخد هول بودي. عشان كده بيقول لك ايه، بص كده في الصوره الجميله كانت برضو في النسخه اللي فاتت دي، قال لك الاكزانثم او الايربتيف اللي هي ايه السكين راش ستيج، قال لك بيحصل ديسبشن بتاعنا ايه، قال لك على الليفت سايد اللي هو ده، قال لك والله ايه دي ايرلي، قال لك شو ايرلي راش كفرنج الهيد والابر بارت اوف ترانك، يعني هو واخد الهيد والترانك من الابر بارت بعد كده. قال لك لكن في الرايت سايد في الحته دي بقى، قال لك شو الليتر بعد كده، قال لك راش كفرنج هول بودي، بدات تاخد كل الجسم كله. جميل جدا جدا. يبقى ده ايه، ده الاكزانثم ايه الاكزانثم ستيج عندنا. قال لك الراش از بتكون بلوتش، بلوتش يعني كانها قطش قطش كده. جميل. قال لك ان كوليسز يعني بتتحد مع بعضها عشان تكون لايه لارج ارياز اوف ايه اوف ريد، يعني كانها واحده جنب واحده جنب واحده جنب واحده، راحوا مكونين لحاجه ايه حاجه كبيره كده ايه بنفس اللون. قال لك الراش از بلوتشي، قال لك الريجولر بتكون مش منتظمه طبعا وبتتحد مع بعض، او كوليسز انتو لارج ريد اريا اوف فيرينج سايز اند شيبس، بتكون طبعا شويه اتجمعوا كده شويه لا اتجمعوا اكتر في شكل تاني كده، بتكون حاجات ريجولر وفي اشكال واحجام متعدده. قال لك بيكون معاها كمان ايه جنرالايزد ليمفويد هايبربليزيا، بيكون في شويه ليمفيدروباسي، بس ليمفيدروباسي مش كاركترستيك قوي في الميزيس، كمان في حاجه اسمها البلاك ميزيس اللي هو ايه بيوصل لمرحله بتكون ابشع شويه، اللي هو البلاك بيكون كان ايه كان حصل هيموريدج كده تحت الجلد، فالجلد كانه مبان من بره كان ايه كانه بيل كده او ايه او بلاك. فقال لك الراش مي بي هيموريدج في السيفير كيس اللي هو يحصل هيموريدج مي ان، طبعا بيكون انترنال هيموريدج من تحت الجلد. جميل جدا. يبقى ده ايه ده الاكزانثم. يبقى عندنا كده عندنا ثلاث مراحل، البرودرومال والانانثم والاكزانثم ستيج، وانا راجعهم دلوقتي بكل بساطه. طيب قال لك بعد كده حاجه اسمها ايه الكونفالسنس ستيج. بقى احنا كده خلصنا عملنا برودرومال والراش بدات تظهر والفيفر بدات تظهر، بعد كده دخلنا في الانانثم، واشهر حاجه بالنسبه لنا هي كلمه الكومبلكس بوس، بعد كده دخلنا في الاكزانثم بقى الحاجات اللي بتكون طالعه من بره اللي هي دي اللي هي الراش مكلوب الراش والكلام ده كله والبلاك. بعد كده قال لك احنا ده بقى نحصل في مرحله الايه، مرحله النقاهه، مرحله ان هو خلاص هيبدا يشفى بقى من الايه من المرض ده. قال لك ايه، قال لك ذا راش فيدز، فيدز اللي هو بتختفي او القدر بتاعها او الفيد بتاعها بيكون عامل ازاي. قال لك حوالي 7 ايام، قال لك ذا راش بيجن تو فيد، بتبدا تروح. قال لك ان ذا سيم سيكونس، يعني هي كانت بادئه منين، كانت بادئه من الراس وكانت بادئه بعد كده الترنك بعد كده اللور. قال لك والله احنا برضو لما راش دي بتروح من عندنا تبدا تختفي من الراس وبعد كده من الترنك، بتبدا تختفي من الجسم كله اللي هو بتبدا تختفي بنفس الترتيب اللي ايه اللي ظهرت بيه. قال لك فروم الايه، فروم الفيس داونورد. قال لك ويذ برانيكيا ديس ديسكونيشن اللي هو ايه اللي هو بتسيب قشره كده تمام، اكسبت طبعا الهاند والفيت مش بتسيب فيهم ايه قال لك ايه يعني بيكون في قشره فيهم. المهم يعني ان خد بالك من حاجه برضو، ان هو ممكن الراش دي تاخد الجسم كله ما عدا، قال لك ما عدا البالب والسولز اللي هو بطن ايده وبطن الايه بطن ايده وبطن رجله، دول مش بيكون فيهم الراش. المهم انك تعرف ان مرحله النقاهه دي قال لك الراش بتبدا تختفي من نفس المكان اللي ظهرت منه، تبدا تختفي من الفيس داونورد وانت نازل كده مع شويه ديسكويميشن اللي هو شويه قشره كده ما عدا الهاند والفيت. قال لك السكين ريتيرن للنورمال بتاعها بقى، قال لك ايه اور لايت براون بيجمنتيشن كده مع شويه بقع صغيره كده، قال لك بيسموها البوست ميز ستين اللي هو كانها ايه ستين اللي هي صبغه، كانها صبغه ما بعد الحصبه. قال لك ايه، قال لك از ليفت ذات مي بريزنت فور مانس، ممكن تبدا لفتره كويسه. قال لك بس خد بالك من حاجه، ان الكف بالنسبه لنا هي بتاخد اللونجست بيريود مع الميلتس، قال لك ممكن تقعد لحد كام، لحد 10 ايام. فبالتالي عندنا 4 مراحل، عندنا مرحله البرودرومال، بعد كده عندنا مرحله الانثى، بعد كده مرحله الاكزاسا، واخر مرحله الكونفالسنس. عشان كده انا مجمعهم لك في صوره حلوه جدا 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 اللي هي بتبين لك بتشرح كل اللي فات ده كله. قال لك احنا عندنا الانكيوبيشن بيريود، قلنا انها كام تقريبا 10 ايام. حلو. قال لك اللي بيحصل في الانكيوبيشن بيريود مرحله حضانه المرض، حضانه الفيروس، فالفيروس بيدخل جوه ايه الجسم، مش بيكون في ايه، قال لك ستارت سيمتومز بقى بعد مين، بعد الانكيوبيشن بيريود اللي هي ايه بعد ال 10 ايام تبدا تظهر مين
البرودرومال بيريود بتاعتنا. البرودرومال بيريود بتاخد قد ايه؟ بتاخد تقريبا 3 ايام. طب ايه اللي بيحصل فيها؟ قلنا اول حاجه بتحصل في بعد البرودرومال دي بقى بتحصل الانانثم. قال لك البرودرومال اول حاجه بتحصل في البرودرومال دي اللي هي ايه؟ قلنا الهاي فيفر. الهاي فيفر معاها ايه؟ معاها كف، معاها 3 سي، ومعاها كونجكتيفايتس، العين عامله ازاي؟ ملتهبه، ومعاها كورايزا كمان اللي هو ايه؟ اللي هو بينزف او بيرشح من ايه؟ من مناخيره. وكمان يبقى ايه؟ يبقى ده اول حاجه في البرودرومال اللي هو ايه؟ اللي هو الفيفر العاليه دي. تاني حاجه في الانانثم بقى اللي هي تاني مرحله، وهو هتطلع كده البرودرومال مع الانانثم. المهم يعني قال لك بيحصل بقى ايه؟ الراش اللي هي بيسموها الكوبلكس سبوتس اللي بتكون انسايد الشيك كده ايه؟ جوه الخده من جوه. احنا عندنا ايه؟ عندنا انكيوبيشن بيريود، الفيروس دخل الجسم، بعد كده البرودرومال بتقعد 3 ايام. البرودرومال دي حصل فيها ايه؟ حصل فيها الهاي فيفر، تمام؟ هاي فيفر مع مين؟ مع كف وكونجكتيفايتس وكورايزا، وحصل ان انت ملاك الكوبلكس سبوتس. وكمان بعد كده بيحصل الاكزانسم بقى ايه فيز، اللي هو الاكزانسم اللي هو الحاجه اللي بره بقى، اللي هو قال لك ابتدى بقى ايه الراش بتنتشر. والراش قال لك بتاخدني ايه؟ بتاخدني من الهيد للاكستريمز كده، اللي هو ايه بيسموه كفاله كودا، اللي هو جاي من فوق لتحت من الراس للايه للديل، وبيكون ده البروجريشن بتاعها. قال لك بعد كده تظهر مرحله الكونفالسنس بقى، اللي هو ايه تبدا يحصل اختفاء او تختفي. قال لك ويحصل لنا بعد كده لايف لونج ايميونتي، اللي هو خلاص انا ما عادش هاصاب بالحصبه مره تانية في حياتي. قال لك بس ممكن يحصل ايه من 10 ل 14 يوم بريزست الايه بريزست الكف، هي الكف اللي ممكن تفضل مطوله معانا شويه. بالتالي الصوره تقريبا بتلخص لنا كل حاجه. الفيروس دخل الجسم بعد 10 ايام تقريبا، بعد كده بدا يعمل برودرومال ستيج او برودرومال بيريود اللي هو مرحله اوليه. حصل فيها ايه؟ حصل فيها الهاي فيفر، بدا يحصل فيها الكف والكونجكتيفايتس والكورايزا. بعد كده حصل في نفس المرحله او بعد المرحله دي على طول الانانثم اللي حصل فيها الكوبلكس، ودي حاجه البوتوجمونيك اللي بحلف ان هي ميزلس لو شفتها. بعد كده الاكزانسم اللي هو الراش بتبدا بقى ايه تنتشر في الجسم كله. بعد كده بيحصل ريكفري او الكونفالسنس بقى، والحاجه اللي بتفضل بريزست معانا شويه بتفضل مكمله معانا شويه هي مين؟ هي الكف اللي بتكون مطوله لحد 10 ايام. بالتالي برضو الجدول ده حلو جدا جدا جدا. قال لك موضح لك ايه؟ قال لك موضح لك الانكوبيشن بيريود اهي 10 ايام. حلو. في الانكوبيشن بيريود المرض ما فيش اي حاجه ظهر لسه، ما عدا شويه فيفر بس. بعد كده ندخل في البرودرومال ايه؟ في البرودرومال فيز. ادي الايام اهي، البرودرومال بتاخد كام؟ حتى تقريبا اليوم الثالث. ايه اللي حصل في البرودرومال دي؟ البرودرومال دي كان بيحصل فيها الفيفر. فيفر بص ادي الفيفر وسط هنا كام؟ معديه 39. حلو. قال لك بمجرد ظهور الفيفر او بمجرد ما الفيفر توصل لاعلى مستوى ليها بعد البرودرومال فيز، مين اللي بدا يظهر هنا تحت؟ الراش. على طول بمجرد ما الفيفر تظهر لاعلى مستوى الراش تظهر. بمجرد ما الراش ظهرت ايه اللي حصل بقى؟ راحت الفيفر عامله زي، راحت الفيفر نازله على طول. يبقى دي القصه اللي هو ايه؟ الراش فيز بتظهر بعد ما او بتخلي الفيفر تنزل على طول. انا وصلت للهاي ليفل اوف فيفر اللي هو كان هنا كام؟ 40، داخل في ال 40 اهو. اول ما وصلت له بدات الراش تظهر هنا. بمجرد ما الراش ظهر بدات فيفر ايه تنزل مره واحده، بتكون نازله في الايه في الراش فيز. قال لك خد بالك برده من حاجه، ان الكف هنا اهي بريزيت بتبدا معانا الكف من البرودرومال فيز من اول يوم يعتبر لحد، بتفضل مكمله معانا لحد اليوم العاشر تقريبا هو تمام. وكمان الكوبلكس سبوتس بتكون موجوده في المرحله في المرحله بتاعت البرودرومال، واول يومين ثلاثه واول يوم ولا حاجه من مين؟ من الراش. لان طبعا انت عارف ان الكوبلكس يعتبر ماشيه مع مين؟ الكوبلكس ماشيه مع الفيفر، فبتختفي برضو على طول. والكونجكتيفايتس برضو بتكون موجوده لحد تقريبا اليوم السابع ولا حاجه من اليوم الاول لحد اليوم السابع. والكولد سيمتومز اللي هو اعراض البرد بقى برضو بتكون ايه؟ بتكون موجوده. بس اكتر حاجه بتيجي ام سي كيو معاك هنا بقى يا سيد الفضل هو ايه؟ ان الهايست فيفر اعلى حراره بيجي بعدها على طول الراش، وكمان ان الكف بتكون مطوله معاك شويه، وكمان ان الكوبلكس دي بيكون ماشي مع الفيفر، والكوبلكس دي بيكون حاجه باثوجمونيك جدا لمين؟ للميزلس. جميل جدا. طيب ازاي هشخص ميزلس بقى؟ قال لك هيستوري، ست جت حكت لي كل اللي انا حكيته لك من شويه ده. والله يا دكتور كان عنده او الطفل بتاعنا كان عنده حراره عاليه جدا، بعد الحراره العاليه جدا دي عملت له كمادات وحاولت ان انا امانجمنت للحاله بتاعته، بس جاء بعد 3 4 ايام بدا يظهر له مين؟ بدا يظهر له الطفح الجلدي في كل جلده وفي كل جسمه. فانا ببدا ان انا ايه اعمل اوفر فيو عندي كده، بعمل ديفرنشال دايجنوز في دماغي كده. طب هل الطفل ده متطعم ضد الحصبه يا حاجه؟ طيب هل الطفل ده اتعرض او خالط اي حد عنده حصبه يا حاجه؟ فايه انت بتبدا تعرف من الهيستوري. بعد كده كده البيكتشر بتاعتك بقى باللي انت بتشوفه. بعد كده في اللاب بقى بتلاقي في السي بي سي الليكوبينيا والليمفوسايتس قال لك بتكون decreased more than neutrophil. الحاجه اللي انا عاوزك تعرفها المهمه جدا جدا بالنسبه لنا هي ايه؟ هي ان انا بلاقي ان الانتي ميزس انتي بودي
بيكون عالي، اللي هو الاي جي ام بتاعه بيكون عالي، ودي حاجه برضو خد بالك ايه ام سي كيو او حاجه مميزه جدا لمين بالنسبه لللاب يعني. حلو، قال لك ممكن اعمل فيروس ايزوليشن لو اعزل الفيروس واشوف بقى هو الفيروس ده مين بقى والكلام ده كله، ممكن اعزله من البلاد او من اليورين او من السكريشنز اللي تطلع من الطفل، اخد منه كده عينه واروح افحصها في المعمل او احطها في كالتشر واشوف مين الفيروس اللي يطلع مين في الكالتشر دي، تمام، وبعرف من القصه دي الدايجنوز بتاعنا. طيب بعد كده قال لك ايه الكومبليكيشن بقى اللي ممكن تحصل، المضاعفات اللي ممكن تحصل لمين بسبب الميزس او بسبب الحصبه. قال لك هي بتاخد شويه اجهزه كده، تعال بس نشوف الصوره البسيطه دي. قال لك والله ممكن تاخد اللنج فتعمل لي نيمونيا في ريسبيرتوري سيستم، ممكن تاخد الانتستين تعمل لي دايريا، ممكن تاخد البرين تعمل لي انسفلايتس، فممكن الحاجات دي تعمل لي ديف، ممكن كمان قال لك تعمل لي سبريس للاميون سيستم، فلو حصل سبريس للاميون سيستم ممكن يحصل له بكتيريال سبريشن بقى اللي هو ايه البكتيريا دي تبدا ان هي تدخل، او بكتيريا سوبر انفكشن، وكمان اوتيتس ميدا اللي هو التهاب الاذن الوسطى، وكمان ممكن يحصل له او يجي له بكتيريال ايه بكتيريال نيمونيا. هنشوف اللي مكتوب عندنا في المحاضره ايه. قال لك اول حاجه الريسبيراتوري كومبليكيشن ممكن يحصل ايه، اوتيتس ميديا، التهاب اذن وسطى، سينوسايتس، ماستودايتس، لارينجايتس، لارينجو تراكيو برونكايتس. الكلام ده كله على فكره احنا شارحينه بالتفصيل في شابتر الشيست، احنا عندنا شابتر كامل في الموديول ده عن الشيست، فكل حاجه مظبوطه فيه. او البرونكونيمونيا، دي كلها حاجات ممكن تكون بسبب الميزس، لان طبعا حصل عندنا كف. قال لك في حاجات بتكون نيورولوجيكال بقى، شبه ايه، شبه الانسفالايتس، التهاب في المخ بقى. قال لك ايه، قال لك الفيفر ممكن تعمل لي فيبرال كونفولجن اللي هو كان تشنجات كده او ايه، او كان رعشه من الفيفر، فممكن تعمل انسفالايتس دخلنا في المخ كده، اللي هو لو حصل دايركت انفيجن للفيروس. ممكن تحصل كمان سب اكيوت ميزلس انسفالايتس اللي هو حاجه تكون سب اكيوت، ممكن تكون ايه بعد من شهر الى 10 شهور لو كان اميون كومبرومايز او لو كانت مناعه البيشنت بتاعنا ضعيفه. ممكن يحصل كمان حاجه اسمها السب اكيوت سكليروزنج بان انسفالايتس، قال لك اللي بيسموه الاس اس بي اي، والحاجه دي اللي هي الاس اس بي اي دي انا عاوزك تركز عليها جدا، عشان انت هتحط معاها كمان ام سي كيو، وهتحط معاها ام اي كيو، وهتحط معاها جدا جدا لان بيحبوها جدا في الاسئله. قال لك السب اكيوت سكليروزنج انسفالايتس دي قال لك بيسموها الاس اس بي اي، تمام، اهي تاني بيسموها الايه سب اكيوت سكليروزنج بان انسفالايتس. قال لك اللي بيحصل فيها، قال لك بتكون بريزيست للميلز انفكشن، فبيحصل ابنورمال اميون ريسبونس، الجسم بيستجيب استجابه ايه غير مناسبه، فبالتالي بيحصل ايه، بيحصل كان في بيفضل موجود. فقال لك خد بالك الحاجه دي بتكون فيتال، قال لك بيحصل انفلاميشن في الايه، بتدخل للبرين من جوه. قال لك ممكن تفضل مستنيه من 7 ل 10 سنين. سيمتومز عندنا ممكن تكون ايه، ممكن يحصل ان هو في الاخر سيجر وكوما وديث. عشان كده بيقول لك عندها هنا ايه، بيقول لك ان الاس اس بي اي اللي هي السب اكيوت سكليروزنج بان انسفالايتس، خد بالك دي ام سي كيو بقولها لك اهو، قال لك اتس بروجريسيف، بروجريسيف حاجه بشعه، حاجه بروجريسيف عنيفه، فيتال نيورولوجيكال ديزيز. قال لك سين مينلي ممكن اشوفه بعد ما اتصاب بالحصبه بعد من 7 ل 10 سنين، بعد من 7 ل 13 سنه. قال لك بسبب ايه، ان هو بيحصل سلو ديو تو سلو فيروس انفكشن، اللي هو بياخد بالراحه جدا، اللي هو ايه اللي جاله اس اس بي اي ده اكتشف ان هو كان عنده حصبه من 10 سنين، انت متخيل؟ فدي بتكون حاجه مميزه جدا وحاجه ايه مهمه جدا جدا في ايه في الميزلس. قال لك ممكن برضه يكون عنده مينينجايتس، يكون عنده جيليان باري، وانت خدتها المفروض في السمستر اللي فات او هتاخدها برضه السمستر ده، وكمان ممكن يكون عنده هيبليجيا، اللي هو كل دي حاجات بتكون سي ان اس. اللي عاوزك تعرف الحاجه دي، اهم حاجه بالنسبه لنا هو ايه، انت على فكره هيجيب لك ام، هيجيب لك ام اي كيو، يقول لك عدد لي كده شويه كومبليكيشن للميزلس، انت هتقلد براحتك اي حاجه تقولها هتمشي. حلو، واحنا قلنا طبعا الكف والكرايزه والكلام ده كله والكونجكتيفايتس، بس عاوزك تركز جدا في الاس اس بي اي دي عشان هي حاجه مهمه جدا. طيب قال لك بعد كده السكين بقى والميوكوس ميمبرين، قال لك ممكن يحصل البلاك ميزس اللي هو ايه، حصل هيموريدج كده، ودي اي سي اللي هو ايه، اللي هو ديسيمينيتد الكواجوليشن. طيب اللي هو حاجه كده في الايه، في الدم بيحصل نزيف او كده بكل بساطه، او بيربرا احمرار كده، يحصل ثروموسايتو بينك اند نون ثروموسايتو بينك بيربرا، اللي هو البليتلت بتكون قليله، تمام، وبرضه هناخدها في ميدول البلاد او الهيما السنه دي. قال لك وفي برضه بيكون عنده امبتايجو اللي هو ايه الامبتايجو، تمام، وهي حاجه اسمها الفيورون كلوزس اللي هو ده، شوف شكله عامل ازاي، تمام، وبرضه حاجه بيسموها الجانجرينوس استوماتايتس اللي هو انت متخيل شكله عامل ازاي، او بيسموها ايه الكانكروم اوريس، تمام، دول دي اشكالهم ثلاثه في السكين يعني. حلو، وبرده في الدايجستيف تراكت حاجه بيسموها الثرش، برده من الامراض بتاعه الجي اي تي، والالسرف كولايتس او ستوماتايتس، وكمان الجاسترو انتلايتس والالسرف كولايتس والميزنتريك ادينايتس، كل دي حاجات في الدايجستيف. اكتب اي حاجه ممكن تمشي معاك، مش هتزعلك. قال لك اذر ليس كومون كومبليكيشن بقى، ممكن يحصل ايه سيرفايكال ليمفادينايتس اللي هو ايه التهاب كده في الليمفيدروباثي، في الليمف نودز يعني. حلو، وقال لك والميديا سنال برضه في الليفيدونيتس، والمايكارديتس في القلب، وكمان الكورنيال السر ممكن يحصل في الكورنيا بتاعت العين، ايه السر او قرحه. جميل جدا. طيب
يبقى ده ايه الكومبليكيشن، حط اي كومبليكيشن مش هتزعلك، بس اهم كومبليكيشن بالنسبه لي عشان خاطري ما تنساهاش هي الاس اس بي اي دي مع الميسلس. حتى ايه الميسلس فيها كذا اس، فيها اس 2 هنا برضو ايه اس 2 اهو. حلو طيب، او 2 اس يعني. الدي دي او ديفرنشال دايجنوز بتاعنا مين اللي ممكن لما اشوفه اتلخبط بينه او افكر في كذا حاجه كده والبيشنت بتحكي لي او انا بعمل فحص، ممكن والله يكون نفس الاعراض دي تكون في حد عنده كومون كولد او انفلونزا او كتر الاستيج للوبن كف اللي هو السعال الديكي. دي كلها حاجات ممكن تتشابه معايا ده في البرودرومال ستيج. لكن في الرابط الستيج بقى اللي بعد كده قال لك ممكن اي حاجه بتعمل لي الراش دي غير الميزلس ممكن اشك فيها، فبالتالي بعمل ديفرنشال دايجنوزس، بحاول افرق بين الاثنين من بعض، اشوف ايه الحاجه الباثوجونيك وايه الحاجه اللي مش باثوجونيك عشان خاطر امشي على العلاج بعد كده كويس. طيب التريتمنت بتاع مين بتاع الميزلس بقى؟ هو اصلا الميزلس المفروض ان هو ليه تطعيم، حاجه بيسموها الام ام الام ام ار اللي هو ايه الميزدس والمامس والروبيلا. تمام، فلو ما كانش الطعم يعني قال لك ايه، قال لك جنرال كده، قال لك ايزوليشن البيشنت ده بعزله كده، قال لك من 5 لـ7 ايام فروم الانست فرش، اول ما يظهر رش عليه كده اقعد يا ابني على جنب كده، او لو هو بيجي المدرسه يقعد في بيتهم لحد ما الرش تروح من عنده. قال لك بيد ريست انتل افبرايل، لحد ما يكون ما عادش فبرايل بديله انتيبيوتيك اللي هو حاجات ضد السخونيه او ضد الفيفر، خفضات حراره يعني. وهايجينيك كير بقى يهتم بنظافه عينه بقى والماوث بتاعه يغسلهم كل شويه. قال لك والدايت برضو از اوفرد ايه، ك لو التشايلد برضو توليريت او مش بياكل كويس او كده، فبحاول ان اديله الدو برضو ايه بديله حاجات كف دي برسنت اللي هو حاجات ضد الكف او حاجات للكحه يعني. قال لك اونلي لو كان ايه، لو كانت الكف ايه ايرتنت اريتيتنج و دراي يعني. حلو طيب، قال لك التريتمنت بتاعنا عاوزك برضو من الحاجات اللي اذا ذكر الميزلز تذكر هي فيتامين اي، حاجه مينلي جدا يعني. مين تريتمنت اوف الميزلز هو الفيتامين، مين هو الفيتامين اي. قال لك بيقلل المورتاليتي والموربيديتي، المورتاليتي اللي هو الموت والموربيديتي اللي هي الامراض بتكون مصاحبه للايه لاي مرض عندنا. قال لك ايه بقى الدوز اللي هنديها بالفيتامين ايه، قال لك ادمنستريشن بتكون مره في اليوم لمده يومين يعني جرعتين. قال لك 200,000 وحده لو كان اكتر من، لو الطفل ده او الانفانت ده كان عمره اكتر من 12 شهر، 100,000 وحده لو كان من 6 شهور ل 11 شهر، و 50,000 وحده بس لو كان الانفانت بتاعنا اقل من 6 شهور. قال لك في التشيلدرن اللي هم عندهم ساينز وسيمتومز للفيتامين اي ديفيشنسي، قال لك لا هو اصلا كمان يعني هو ناقصه عنده ميزس وكمان عنده ناقصه فيتامين ايه، فبالتالي ممكن تدي له ايه ثيرد دوز من اسبوعين لاربع اسابيع بعد ايه بعد السكند دوز انت بتديه. فبالتالي انا المين تريتمنت بتاعي في الميزس هو الفيتامين اي، فيتامين مين؟ فيتامين اي سيد الفضل. طيب جميل جدا. قال لك بعد كده هل في سبيسيفيك تريتمنت؟ قال لك مفيش سبيسيفيك. قال لك ايه ممكن ادي انتي فايرال ثيرابي شبه الريبافيرين ممكن نستخدمه، لكن مش حاجه ايه مش حاجه سبيسيفيك يعني. قال لك بعد كده بعالج الكومبليكيشن، عنده اي حاجه بقى، عنده نيمونيا عالج النيمونيا، عنده اس اس بي اي عالج، شوف انت هتعالج ايه بقى اللي هو الكومبليكيشن اللي حصلت، هتعالجها كل مرض او كل كومبليكيشن على حسب ايه، على حسب القصه بتاعتك. طيب بعد كده البروفلاكس، هل انا ممكن احمي نفسي من الميزز ان هو ما يجيليش؟ اه ممكن الطعم اخد الفاكسين بتاعي، او ممكن بعد كده لو انا ما اتطعمتش بحاول اللي هو بيسموه الباسيف ايمونايزيشن او البوست اكسبوجر، ولو انا تعرضت للميزس فبحاول ان انا ايه قال لك الفاكسين افكتيف ان بريفنشن او موديفيكيشن، يعني ممكن الفاكسين ده لو تدخلنا بيه خلال اول 72 ساعه او اول 3 ايام من التعرض للفيروس ممكن الحقه، ممكن تكون حاجه كويسه. لكن لو بعد 72 ساعه يبقى خلاص انا ما اقدرش ادي الفاكسين تاني، او بروفلاكسس اللي هو الايمونايزيشن يعني اللي هو الفاكسين او اللي هو التطعيم بتاعنا طالما عدى 72 ساعه، لان خلاص هو كده مش هيكون مؤثر. فبالتالي قال لك بدي في القصه دي ايه، بدي قال لك ايميونوجلوبين اللي هو الايميونوجلوبين المناعي، قال لك جيفن اب تو لحد 6 ايام بعد الاكسبوجر، قال لك تو بريفنت الايه اي موديفاي تو بريفنت او موديفاي ايه الانفكشن. قال لك بدي قال لك في الايميونوكومبتنت تشيلدرن بدي تقريبا ربع ملي جرام لكل كيلو جرام اي ام، وال والإيميون كومبرومايزد تمام اللي هم عندهم مشكله في المناعه بكتر الجرعه شويه نص مللي لكل كيلو، والماكسيمم بوز بتاعنا في البوز كيس ان انا بدي ايه 15 مللي لكل كيلو جرام، دي الماكسيمم دوز اللي انا اديها. المهم يعني انك بتعرف ان انا بدي الايه الايمونوجلوبين حلو خلال او لحد 6 ايام بعد الاكسبوجر عشان ما يحصلش تطورات، واني المفروض بعمل بروفلكس بالتطعيم، وان انا ما ينفعش ادي بعد 72 ساعه الفاكسين من الاكسبوجر. طيب كده احنا خلصنا الحمد لله رب العالمين. مين خلصنا لحد دلوقتي؟ الميزلس. تعال نرجع الميزلس بسرعه، تعال نرجع الميزلس بسرعه جدا جدا جدا. قال لك الميزلس هو ايه؟ حاجه بتكون هايلي اكيوت، هايلي كوميونيكابل ديزيز، حاجه معديه. ايه السبب بتاعها؟ الميزلس فيروس اللي هو اسمه روبيولا. الترانسميشن بينتقل ايه؟ دروبلت انفكشن
طيب قال لك ممكن يفضل في الجو، ممكن يفضل في الجو، بيحب حرف ايه؟ بيحب حرف السي، كاف، كورايزا، كونجكتيفايتس. طيب السيزون بتاعنا بيحب الوينتر، بيحب السبرينج. البيريود بتاعتنا بتاعت انكوبيشن، فتره الحضانه بتكون تقريبا 10 ايام، فتره الانفكتيف او الفتره المعديه بتكون تقريبا 3 ايام قبل الراش، واربع ايام بعد الراش تقريبا اسبوع. وكمان لو اتصبت بيه مره عمري ما اتصاب بيه مره ثانيه. والكلينيكال بيكشر بتاعتنا عندنا كذا ستيج، اول ستيج اللي هي البرودرومال او الكترال ستيج، ودي اشهر حاجه فيها هي ايه؟ هي الفيفر اللي بتكون اعلى حاجه ليها قبل ظهور الراش. يكون عندنا كمان مين؟ عندنا كمان ماليس، تكسير في الجسم، عندنا كف، وعندنا فوتوفوبيا عشان مميزه جدا مش بيحب الضوء، عندنا كمان كونجكتيفايتس. وبعد كده الانانثم اللي هي الكوبلكس، والكوبلكس دي عايزين نحلف عليها وعاوزين ناكدها مليون مره عشان دي حاجه مميزه جدا 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 وحاجه مهمه جدا جدا يا سيدي الفاضل. ايه بتكون موجوده وبتكون باثوجونيك جدا للميزلس. بعد كده الاكزانثم بقى اللي هي بتكون الراش اللي بتظهر بعد كده، بتكون مايكرو بابر الراش وبتفضل ايه لفتره معينه، تمام. وبعد كده المرحله الكونفلسنس او مرحله النقاء، ان انا ببدا ايه؟ ببدا ان انا ارجع لطبيعتي، او بيبدا الراش تختفي من نفس المكان اللي ايه اللي ظهرت منه، بس الكهف بتفضل مطوله معانا شويه. وعملنا ايه وشرحنا القصه دي كويس، لو بتبدا ازاي وعامله ازاي، تمام. واتكلمنا بعد كده عن الدياجنوز ازاي بشخص، واهم حاجه عندنا في الدياجنوز هو الاي جي ام. والكومبليكيشن اتكلمنا عنها وقلنا اهم حاجه بالكومبليكيشن اللي هي اس اس بي اي اللي هو الميزلس 2 اس، وهنا في 2 اس فيها، ودي حاجه بتكون فيتال جدا، سب اكيوت سكليروزنج بان انسفلايتس، تمام. واتكلمنا بعد كده في شويه كومبليكيشن بقى عد براحتك، والديفرنشال دايجنوز مالكش دعوه بيها قد كده. واهم حاجه في التريتمنت بتاعنا هو مين؟ هو الفيتامين ايه بالجرعات بتاعته، والبروفلاكس بتاعنا ان انا بدي الفاكسين، او ان انا بعد كده بدي باسف لو خلال 72 ساعه من التعرض او من الاكسبوجر، وممكن بعد كده ادي ايميلو جلوبين بقى خلال 6 ايام من ايه افتر اكسبوجر كده. الحمد لله خلصنا مين؟ خلصنا الميزس او الحصبه. نيجي بعد كده لتاني موضوع بقى. لو هتاخد بريك كده 5 دقايق مفيش مشكله، او لو هتشرب كوبايه اي حاجه غير الشاي مفيش مشكله برضو، تمام. فهنتكلم بقى انا على طول كده على الايه الجيرمان ميزلس. جيرمان ميزلس او اللي هي ايه بيسموها الحصبه الالماني بقى، بيسموها ايه؟ الثري دي ميزلس اللي هو بتاخد 3 ايام بس، او بيسموها الروبيلا. انا عاوزك تحط في دماغك حاجه، انا عاوزك تسمي الروبيلا دي او الميز او جيرمان ميزلس اسمها روبيلا ليمفادينوباثي. ليه بقى؟ لان شبه ما احنا قلنا ان في حاجه باثوجينيك او في حاجه كاركترستيك جدا للميز اللي شبه الكوبلكس سبوتس، فالليمفادينوباسي او العقد الليمفاويه بتكون متضخمه او بتكون كبيره، هنا بتكون حاجه كاركترستيك جدا للجيرمان ميزلس. عشان كده تعالى نتكلم فيه. قالك هو اكيوت انفكشوس ديزيز برضو كاركترايزد باي تيبيكال ايربشن، بيعمل تيبيكال ايربشن يعني ايربشن اللي هو الاضطرابات بقى اللي بتتعمل دي، وكمان بيعمل ايه لينف نود انلارجمنت. قال لك بسبب ايه؟ الفيروس اوف جيرمان ميزلس بيسموه الروبيلا فيروس، وده برضو ايه؟ وده برضو ار ان ايه شبه مين؟ شبه الميزلس. قال لك المود اوف ترانسميشن، قال لك دروبلت انفكشن نفس الفكره، وممكن دايركت كونتاكت. بس اخطر حاجه بالنسبه لنا واخطر حاجه بنخاف منها على فكره، هو مرض اصلا بسيط جدا جدا، تمام. يعني المفروض ان هو بسيط، المفروض ان هو بيجي 3 ايام وبيمشي، مش بنحس بيه احيانا، حتى بيسموه 3 داي ميزلس، حلو. ولكن هو لو كان عند الام، لان هو احيانا بيصيب الكبار، لو جالي الام وانتقل للطفل عندها هيجي له حاجه اسمها الكونجنيتال روبيلا سندروم، ودي حاجه وحشه جدا. قال لك بيحب السبيرنج، قال لك والانكوبيشن بيريد بتاعته بتكون تقريبا من 14 ل 21، يعني من اسبوعين لثلاث اسابيع. قال لك الانفكتيف بيريد بتاعته، قال لك ايه؟ الفيرال شيدنج كده بيبدا ايه؟ بياخد كده نفسه كده من ايه؟ او بيبدا يشتغل كده من النيزوفارنكس، بيبدا بقى 10 ايام افتر الانفكشن، ان هو يكون ايه؟ يعني بعد الانفكشن ب 10 ايام لحد اسبوعين كده. قال لك فروم الانست اوف ايه؟ اوف راش، اللي هو بيفضل معدي للفتره دي. قال لك فعشان كده البيريد اوف ايه؟ اوف هايلي كوميونيكابيلتي اللي هو الحاجه اللي هيكون معدي فيها. قال لك خمس ايام بيفور وست ايام افتر الراش ابيرنس. الثاني كان ايه؟ الثاني كان سبق كان ار كان 3 ايام قبل الراش واربع ايام بعد الراش. هنا كام؟ هنا 5 ايام قبل الراش وست ايام بعد الراش. قال لك الانفانت ويذ كونجينيتال روبيلا، لو 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 جالك كونجينيتال بقى لو كانت عند الام، قال لك ايه؟ بيفضل انفكشوس لمده من 10 ل 12 شهر بعد الايه؟ بعد الولاده، اللي هو الطفل اللي كانت امه عندها الروبيلا وفجاله كونجينيتال روبيلا سندروم مش هيكون معدي لمده 5 و6 ايام 11 يوم، لا ده هيكون معدي لمده 10 ل 12 شهر. جميل جدا جدا جدا. طيب ايه الكلينيكال بيكشر بتاعت مين؟ بتاعت الجيرمان ميزلس. هنمشي برده بنفس الترتيب. اول حاجه البرودرومال ستيج اللي هي المرحله الاوليه، قال لك دي بتكون اقل من الميزلس، بتاخد ايه؟ تانية كانت تقريبا 3 ايام في الميزلس. قال لك هنا shorter than of measles، قال لك hours up to بتاخد من ساعات لحد من يوم الاثنين. قال لك may pass unnoted او unnoted اللي هو انا ممكن اصلا تعدي من غير ما الاحظها، بيكون في mild fever not more than مش بتعدي 38، malaise تكسير، anorexia headache، mild nasopharyngitis كده التهابات بسيطه، red eye عينيه محمره بس مش conjunctivitis شبه التانية. قال لك with or without eye pain، ومش بيكون في photophobia عشان طبعا انت عارف ان الايه ان
الميزس كان فيه فوتوفوبيا. بعد كده الانام فام بقى اند الليمف نود انلارجمنت، اهم حاجه بالنسبه لنا هي الليمف نود. قال لك ايه في الانام فام ابير؟ قال لك بيحصل في انام فام بقى له حاجات جوه ابير، قال لك جاست بيفور الراش، قال لك ايه ان ذا فورم اوف بيكون ظاهر حاجات جوه كده بتكون سمول روز كارد كده لونه روز كده، قال لك سبوتس كده موجوده او بتيكيل كده هيموريدج كده في ايه في السوفت بلد في البق في البق كده والهارد بلد بتاع ايه بتاع البق. قال لك الليمفودرومسي بقى، ودي الحاجه اللي انا عاوزك تركز عليها جدا، هي قال لك از ذا موست كاركترستيك ساين للديزيز. يبقى هتعرف مع الجيرمان ميزلس او روبيلا، قلنا اسمها ايه روبيل ليمفادينوباسي، حطها في عينك كده يعني، بص حطها حلقه في ودنك زي ما بيقولوا. جميل جدا. قال لك بعد كده تاني الليمفادينوباسي هي الموست كاركترستيك ساين اوف ذيس ديزيز او اوف ذا ديزيز. قال لك اتس ايه ايفيدنت، بتكون ايه؟ قال لك اتس ايفيدنت 24 اور بيفور ايه، بتكون موجوده كده قبل الراش ب 24 ساعه، بتفضل موجوده لمده اسبوع بعد الراش. قال لك الليمف نودز انفولف بتبدا تشتغل زي بقى، بتاخد البوست اوريكر اللي ورا الودن كده، بعد كده البوست سيرفايكال كده في ايه في السيرفايكال ريجن، وبعد كده ايه ورا الاكسبوت ورا راسك من فوق، فبتاخد ثلاث مناطق اللي هو ايه بوست اوريكولار وبوست سيرفايكال والبوستير اوكسيبيتال. قال لك الليمف نود بتكون تندر لو ضغطت عليها توجع، وبس التندرنس دي قال لك بتقل مع ظهور الراش برضو، كان شبه الفيفر مكان بتقل مع ظهور الراش في الميزس، برضو الليمف ادروباس هنا بتقل مع ظهور اليمين مع ظهور الراش. قال لك بيحصل فيه مايلد سبلينوميجالي وجنرالايز الليمف ادروباس، ممكن يحصل جنرالايز الليمف ادروباس اوكي كده اللي هو ايه الليمف ادروباس بقى زاد في الجسم كله. باي ذا واي قال لك الانف الاكزامبل بقى عفوا اللي هي الراش بقى بتاعتنا السكين راش بقى او الارت اوف ستيج، قال لك دي بيسموها عشان كده بيسموه ال 3 دايز ديزيز اللي هو بياخد 3 ايام. قال لك اول حاجه بيسموها ايه؟ قال لك الفيرست داي الراش بتكون شبه ايه الك ستيمولييت ايه ذات اوف ميز اللي هو بياخد كده ايه بتكون ماكيو بابولار شبه الميزز بالظبط، بيسموها ايه الموربيلي فورم راش، بتكون حاجه اسمها الموربيلي فورم، اول يوم بيسموه ايه الموربيلي فورم راش. الك في السكند داي بيسموها ايه؟ الك بتكون شبه السكارلت فيفر، وهناخد السكارلت فيفر محاضره عندنا، عشان كده بيسموها ايه اسكارليتي اسكارليتيني فورم راش. في اليوم الثالث قال لك الراش بتبدا تختفي بقى، بس مش بتسيب ديسكوميشن اللي هو مش بتسيب قشره وراها او ستيننج، بيسموه ايه 3 دي ميزس اللي هو ايه اللي هو التلات اللي هو حصبه او ميزس مده 3 ايام. فبالتالي اول يوم بيسموه الموربيلي فور، ثاني يوم بيسموه السكارلتيني فور، وثالث دي اللي هو بيسموه الدي الثالث اللي هو ايه ال 3 دي. قال لك مش بيسيب لي اي ديسكوميشن او مش بيسيب لي اي ستين عندنا في التشايلد بتاعنا. جميل جدا. طيب ده الجنس بتاعنا نفس الفكره برضو، هاخد بالهيستوري والاكسبوجر كده كبيكتشر، واللاب برضو هنا قال لك الروبيلا امينو جلوبين اللي هو الاي جي ام برضو بتاع مين بتاع الروبيلا اللي هو الامينو جلوبين بتاعته وايه الانتي بودز والكلام ده كله. برضو ديفرنشال دياجنوز مع مين؟ مع الميزس، هما الاثنين متشابهين، ممكن اعمل برضو ايزوليشن للفيروس برضو اعزله. طيب انا عاوزك بس تاخد هنا احنا خدنا بقى الميزلس، قلنا انها بتبدا ايه بتبدا تقريبا واحده واحده كده من 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 فوق كده لتحت تمام لحد ما تنتشر ايه جنرالايز. لكن هنا لو قالك في جنرال نيوز هتلاحظ ان هنا ايه في هنا ليمف نودز بقى متضخمه، وبالتالي ايه خد بالك انها اخذت بس ايه اخذت ترانك بس، بتحب ترانك بس هي. حلو جميل. قالك الكومبليكيشن برضو قالك نوت كومن في الشايلد هود، مش 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 قد كده. قالك ممكن يحصل انسفالايتس، ممكن يحصل انسفالايتس. قالك ايه في شكلين، قالك لو بوست انفكشوس سيندروم، قال لك فولوينج الاكيوت روبيلا اللي حصل اكيوت حاجه بعد الانفكشوس، او رير بروجريسيف بان انسفالايتس برضه انفكشوس اللي هو حاجه ايه حاجه رير. المهم يعني ان الايه قال لك ثرومبوسيتوبينيك بربرا والمايكاردايتس والبوليارثرايتس، بس اهم حاجه عندنا هي الكونجنتال روبيلا سندروم. لو مش هتعرف الكومبليكيشن بتاعت الجيرمان ميزلس غير الكونجنتال روبيلا سندروم فهذا يكفيك. قال لك الكونجنتال روبيلا سندروم اللي هي بتكون عند الام جالها جيرمان ميزلس وبعد كده انتقلت للطفل بقى، اول حاجه بيكون عنده ايه؟ بيكون عنده مايكرو كيفالي، دماغه صغيره، بيكون عنده هارت ديز. اشهر حاجه عنده بتكون البيت ايه اللي هي البيت انداكت ارتيروزس، ده احنا شرحناها في شابتر الكارديو كويس جدا وان شاء الله مش هتتابعك يعني. بيكون عنده كمان ايه بيديكي بيربر لو احمرار، بيكون عنده كمان ايه اي انومالي في مشاكل في العين، ممكن تكون كاتركت اللي هي الميه البيضاء على العين، جلوكوما مشاكل في العين برضو، حاجه اسمها ال ليستريبسمس النستاجموس اللي هو عينه بترقص كده، المايكروفثالميا ايريس ديسبليزيا، كل دي حاجات بتكون موجوده في المين في الكونجينيتال روبيلا سندروم. ودي طبعا حاجه ممكن تيجي ايه ممكن تيجي ك ام سي كيو اللي هو مين المميز ليه ال او ايه الكونجينيتال او ايه الكومبليكيشن الاشهر مع الجيرمان ميزلس، او يقول لك مين هي الكونجينيتال روبيلا سندروم دي ويحكي لك القصه بتاعتها فانت تكون فاهم كويس. قال لك البريفيشن بتاعها، قال لك ممكن ادي الاكتيف ايمونيزيشن اللي هو ايه اللي هو الام اللي هو الميزلس، والام الثانيه اللي هي المامس، والار اللي هي الروبيلا اللي هو ايه اللي هو جيرمان ميزلس. قال لك باسيف ايمونيزيشن بقى اللي هو قال لك ممكن ادي السيرب جلوبين
خلال اول فيرست ويك اوف اكسبوجر، نفس الفكره بتاعت الهيموجلوبين الثاني برضو كان بنديه لحد 6 ايام الاكسبوجر. قال لك اتس جيفن تو نون اميون بريجننت وومن اون اكسبوجر، لو هي ايه، لو هي كانت نون اميون وبريجننت وومر في الـ في الـ لو كانت نون اميون يعني ما عندهاش مشكله في الاميونيتي تمام، او مش متطعمه، ممكن اديه للايه، للبريجننت وومن. حلو. بعد كده بقى سيده فاضل حكايه الحمد لله رب العالمين، خلصنا ايه، خلصنا الميزلس والجيرمان ميزلس، اللي هي خلصنا الروبيلا اللي هي الجيرمان والروبيولا. نعمل لك بقى مقارنه بسيطه كده ان شاء الله هتلخص لك الدنيا خالص خالص وهسهل لك الحاجه. قال لك اول حاجه الايه، الروبيلا. الروبيلا اللي هي اللي احنا لسه مخلصينها دلوقتي. قال لك الروبيلا الراش فيها بتكون مايلد، مور مايلد 50% كده ما فيش سيمتومز، الفيفر بتكون اصلا اقل من كام، اقل من 38. لكن الروبيلا الميزلس بقى اللي هي الحصبه بقى، قال لك لا، الراش بتكون عاليه جدا، مور سيفير تمام. قال لك الفيفر طبعا بيكون اكتر من 40، بيتحب حرف السي، الكاف والكرايزا والكونجكتيفايتس اللي هي 3 سي. وكمان الحاجه المميزه جدا للروبيولا او الميزلس هي مين، هي الكوبلكس سبوتس اللي هي الحاجات اللي بتكون ايه، تكون بيضه هنا دي. لكن الحاجه المميزه للروبيلا او الجيرمان هي مين، هي السيرفايكال ليمفادينوباسياس اللي فاضل او ليه ايه، او ليه الليمفادينوباسي عموما يعني. تاني حاجه في التفريق ما بينهم، خد بالك ممكن يجي لك كومباريزون او انت عشان تفرق انت لنفسك كده. قال لك بعد كده الراش برضو، قال لك هما الاثنين الراش بتبدا من ايه، قال لك بتبدا بيجين فروم الهيد، بعد كده تحصل سبريد البودي. ولكن طبعا انت عارف ان في الروبيلا بتكون اقل شويه او لا جيرمان، قال لك ابيرز من يوم لخمس ايام بعد السيمتومز، قال لك بتقعد لمده 3 ايام بتكون بينك كده، قال لك برضو ايرموند بيكون في كافو سيزم كده. لكن في الميزس او اللي هو الروبيول، قال لك بتظهر من يوم الاربع ايام اللي هي الراش، بتظهر اسرع طبعا، وبتقعد لمده 8 ايام بتكون ريد ودارك، وطبعا بتكون انفكتيف جدا، لو طبعا انت عارف ان الايه الميزس انفكتيف. طيب قال لك بعد كده الانكيوبيشن بيريد، انت عارف تقريبا هما الاثنين يعني يعتبر اسبوعين، 10 ايام اسبوعين. حلو. قال لك سبريد بقى ايه اللي هو الانفكتيف بيريد بتاعتنا، هنا كان بياخد ايه اللي هو في الروبيلا جيرمان اللي احسن واخدينها، قال لك كان 5 ايام قبل و6 ايام بعد، يعتبر اسبوع قبل واسبوع بعد زي الفل، مش هختلف. الثاني كان ايه، كان 3 ايام قبل و4 ايام بعد، يعني اسبوع او 4 ايام 4 ايام قبل ظهور مين، الراش. يبقى المرحله هيكون فيها انفكتيف تمام، الروبيولا او الميزلس هيكون 4 ايام قبل الراش و4 ايام بعد الراش هو انفكتيف، واسبوع قبل الراش واسبوع بعد الراش لو هو كان ايه، لو هو كان روبيلا. طبعا انت بتخاف في الروبيلا من ال كونجيتا روبيلا سندروم، وبتخاف هنا من الدايريا بقى والنيمونيا، بتخاف اكتر حاجه من الاس اس بي اي، مش عاوزك تنساها بالله عليك. والدايجنوز بتاعنا قال لك هنا بشوف السيمتومز، وبشوف برده ايه الاي جي ام، وهي نفس الفكره برده ساينز والسيمتومز برده، والكوبلكس اللي هي حاجه مميزه جدا هي طبعا الليمفادينوباسي. المانجمنت بتاعنا مفيش سبيسيفيك تريتمنت، بعمل ريهايدريشن وبعمل انتي بدي انتي بيوتيك برده، وبدي فيفر ميديكيشن، طبعا بدي فيتامين اي في الميزلس او اللي هي الحصبه. قال لك بيست ميثود اوف ريفيشن هي الفاكسينيشن، بتدي ايه الام ام ار فاكسين اللي هو الميزلس والمامس والروبيلا عند ايه 12 شهر و4 سنين و5 سنين، بتدي ايه التطعيم بتاعنا ده. فبالتالي لو قارنا تاني بينهم هما الاثنين، الميزلس بتكون هاي فيفر، لا الروبيلا بتكون الفيفر اقل شويه، هنا الاثنين فيهم راش، الكاف بتكون موجوده اكتر في الميزلس، هنا لا بيكون في سوالين جلاندس اللي هي ايه، اللي هي الليمف نودز بتكون متضخمه، هنا بيكون في راني نوز اللي هو الكرايزا، هنا بيكون في رد ريد اند ووتري اي، هنا بيكون ريد اند ووتري اي برده، وبيجين هنا في ايه، هنا بيكون في ايكنج جوينتس في الروبيلا، وايت سبوتس موجوده جوه التشيك اللي هي الكوبلكس، هنا مايلد اور نو سيمتومز، مش بيكون قد كده السيمتومز عندنا كده. احنا الحمد لله رب العالمين خلصنا اول جزء من المحاضره دي. الجزء الثاني بقى حاجات شبه بعضها اللي هي ايه، اللي هي الهيومن هيربس فيروسز، عشان هم شبه بعض فان شاء الله هشرحهم في فيديو تاني. اتمنى ان شاء الله ان تكون الموضوع ده ايه سهل بالنسبه لكم، وان احنا نكون غطينا على كل حاجه، اي حاجه انا ركزت عليها هي فعلا اللي بتيجي. فبالتوفيق ان شاء الله، ويا رب تكونوا استوعبتوا عن الموضوع كويس. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.